صباح الخير، صباح النور، صباح التيسير، صباح الطاقه الايجابيه. الاخوات كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى من الله الفيديو يلقاكم على الف خير. نور شويه الكاميرا هكا. اليوم السيدات بغيت نوريكم واحد ستيلات مصريه. شوفوا هذا الستيل، هذا انا كل عام كنجيبو لانه كيعجبني بزاف، ما كيديبونداش. حاجة واعرة، فيه سلهام هكا، سلهام يمكن تلبسي مع أي حاجة من بعد. وعندو التحتاني ديالو صومونش هكا بلا كمام، وعندو الحزام ديالو. شوفو اللور ديالو كيف داير، سامبل هيجي، تلبسيه حتى من فوق من التجين يجيك زوين، حتى من فوق السراول يجيك مزيون، فوق فتان ديال الجوهر يجي غزال، كيجي فوق من كلشي. فن واعر 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 بزاف. وما تخيلوش ما تخيلوش السيدات لا كاليتي ديال الكريب ديالو، الكاليتي ديال الكريب ديالته فنه بزاف. فيه هذا اللون وفيه الازرق الملكي، فيه الازرق الملكي حتى هو، راكم عارفين انا بعشاق الازرق الملكي حتى هو، يا سلام عليه. ودائما كلهم عندهم التحت بنفس لا كولور، بنفس هذا الباج، هذا كلهم كي هذا، كاين في البوردو كاين في الكحل، كلهم عندهم التحتاني في هذا اللون هذا، والخدمه بهذا اللون هذا، كيتغير غير هذا الفوقاني هذا هو اللي كيتغير. صافي زوينين بزاف لواحد الدرجه كبيره، فنين يعني، هماويين في اللبسه ديالتهم، في اللبسه منخويه النخوه غزالين بزاف. غنوريكم البوردو ديالهم. نحل رقم حتى البوردو ديالهم، مكانش محلول. مزيونين شي حاجة واعرة صراحة، ولا من ناحية الثوب ولا من ناحية الخدمة ولا من ناحية كلشي. واللي زوين فيهم على أنهم ماشي بحال يعني نقول القطار أو التخشيطة المغربية كدي موضة، بالزربة كدي موضة، يعني عندنا حنايا كل 6 شهور تقريبا كيخرج هالكم معراض، ها هما صاهم الضياق، وها هما هالعقاد كبار هالعقاد صغار، هادشي اللي هذا وكيدي موضه هادشي هذا، يعني يقدر يبقى عندك هذا في الفوقاني في الماريو ديالك تلبسيه وقت ما عجبك. شوفوا البوردو ديالو حتى هو شحال مزيون، ها نتوما العاده حليتو من الساشي ديالو. شوفوا يعني بالنسبه انه كان في الساشي ما كاينش يتكماش يعني كبير، خاصه واحد تدويز واحد الباساتو غادي يتسرح من الزربه، لانه كريب مزيون، كريب واعر كما معروف عليا، دائما كنخدم بالكريب التا كواليتا، مكنقولش كريب. هادو السيدات دايره لهم الصول، دايره 60 يورو، دايرين 60 اورو، هادو 60 اورو، هادو كيكون في البروميير والدوزيام، هادو بروميير كاليتي، دايرين 60 اورو، شي حاجه فنه. شوفوهم بثلاثة بهم شحال فنين، الوانات واحد كاين السيء في الاخر، والله واحد كاين السيء في الاخر، الوانهم واعرين. نقرب لكم الكاميرا باش اللي بغات شي حاجة ألف مرحبا بها، كدير غير سكرين شوت وكتدخلي عندي الواتساب، مرحبا وألف مرحبا. في نهاية الفيديو غادي تلقاو الرقم ديال الرقم ديالي، في نهاية ديال الفيديو إن شاء الله في الباج ديالي راه كاين الرقم ديالي. فن واعر، واعرين. شوفوا هذه هاد العبايه، هادي كنت وريتها لكم في واحد الفيديو سابق، ودخلوا عندي بزاف تاع السيدات كيقولوا لي راه ما واضحاش ما بيناش بزاف، لانها جات مخدومه كحل في الكحل ما جاتش واضحه مزيان. ها نتوما دابا انا لبست هكا المانكا باش غنفسرها لكم اكثر. ها نتوما شوفوا السيدات، كيستسمح بزاف على التصوير، راكم عارفين انا يلا باديه في هادشي ديال اليوتيوب، باقا ما كنعرفش نصور بزاف، باقا ما كنعرفش يعني. ها قبلوا عليا قبلوا عليا، عندها التحتاني هكا، هاد الطرف هذا كيجي لاصق على يدك، عندها البالصه الاولانيه الفرفاره الاولانيه توب ديال الكريب، ولكن هو مصوب بليسي بليسي تاتو، وعندها الرازو هذا، رازو الفوقاني، الرازو داك الدوبيو زويون، وكلها منبته كلها مرصعه، ترصع كله عامر، ماشي ترصع داكشي شي طايح وشي كاين وشي ما كاين
فهمتي؟ ماشي خاويه مقرعه ولا طايحين ولا هانتوما، شوف الترصا ديالك كيف داير. حيت ملي ما كتكونش حاجه مزيونه ديجا عندنا حنا هنايا كتبان لك راه طايح منها، اللي ما كتكونش لا كاليتي زوينه. هنايا كذلك كمثال، شوف جات فيها هنايا واحد السلته هنايا، هذه هبطه ها هي كتبان لكم كتبري دابا، هذه بالنهار بانت احسن من الليل كاع. فيها هنا الباستيني ديال فين كتدخل الحزام ديالها، بسبب حزام بسبب الحزام. وفيها هنايا هاد جوج هبطات حتى هماية، هذه ماشي محلوله، هذه ماشي من اللي محلول فيها السنسله او فيها الضفه، هذه كتلبس من بحال شكل جلابه. وعندها الحزام ديالها هادو ما معاها لا سروال لا صاك لا والو، معاها الزيف ديالها حزامها صافي، والعبايه كتكون هادشي اللي فيها السيدات. بالنسبه للموديل الاخر، حتى واحد الموديل اخر حتى هو طلبوني عليه السيدات، قالوا لي راه ما كيبانش مزيان، غادا نلبسو ليكم وغادا نوريهم ليكم في شي فيديو يعني ماليو، غادا نلبسهم ونوريهم ليكم معروضين من البوسين ان شاء الله الرحمن الرحيم. الاخوات كنتمنى هذا الفيديو يكون راق اعجابكم، الله يخليكم، ما تنساوليش من اللايكات، بارطاجيو القناه، الله يجازيكم بالخير، بارطاجيو الفيديو. كما كنقول لكم دائما القناه ديالي قناه جديده ومحتاجه للدعم ديالكم. جزاكم الله خير الجزاء، صباحكم مبروك ونهاركم سعيد.